السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم بالصحة والعافية باش ما تمنيتو. طبعا الحال غادي تعجبوا، يعني انا موالف كنجي لخليبقة في خشبات المسرح وكنلعبوا في المركب هنايا ديال السينما ولا المركب ديال او سي بي. اليوم فكنشارك الناس اللي انا فخور بهم واللي هما اصدقاء ديالي، يعني اللاعبين قدماء اسود الاطلس مع قدماء نادي اولمبيك خليبقة في هذا العرس الكروي الرياضي اللي كيحضروا كذلك صحفيين وناس من الاعلام ومن الجرائد الوطنيه، كذلك كمثل الزملاء ديالي الفنانين في هذه الدعوه هذه، لان فرحان بزاف لان شاركت خوتي والناس اللي كنت كنتفرج فيهم وكيهزوا لنا قلوبنا وكيهزوا لنا الحماس ديالنا في الارضيه ديال 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 يعني المحافل الدولية لكرة القدم. فاليوم شرف كبير لي أنني نحمل هذا التوني اللي كنت كنحلم باش نحمله من اللي كنت صغير، ولكن صحيحة على قد الحال ربي الحمد لله كتب أنني نكون مع العمالقة. فجوا مشي أول مرة كنجي، فسبق لنا اللي جيت بزاف ديال المرات، وكان واحد التصوير كذلك ديال شي ثلاثة ديال الأفلام اللي كان ديكور ديالهم مدينة خليبقة، يعني اللي مشهورة يعني بالخيرات ديالها والثروات ديالها، لا في البشرية ولا حتى يعني الثروات ديال الخير ديال البلاد في باطن الأرض وفي أديم الأرض. شكرا لكم.